مرة أخرى بنعود إليكم ومرة أخرى بنحييكم كل مشاهدينا الكرام. كلامنا دلوقتي هيكون عن العشوائيات اللي هي القنبلة الموقوتة اللي منها انفجر ومنها لم ينفجر إلى الآن. مشاكل مصر في العشوائيات مشاكل كامنة، مشاكل خطيرة جدا. معظم مشاكلنا الاجتماعية بتطلع من العشوائيات. العشوائيات هي مشاكل مش اجتماعية فقط ولكنها اقتصادية أيضا، وطبعا تأثيراتها وتبعاتها الثقافية تداعيات خطيرة جدا، وبالتالي كل ده بيؤثر أو بيحمل على أيضا المنحى السياسي الداخلي جوه مصر وجوه الشارع المصري. حاجات كتيرة بيعاني منها سكان العشوائيات، مناطق لا حصر لها، مناطق بتئن من مشاكل أبرزها انقطاع التيار الكهربائي بصفة مستمرة، حتى ممكن أن احنا نصف العشوائيات المصرية بأنها المظلمة دائما. أيضا كمان ما بتوصلهمش المية بالشكل اللائق أدميا، وحاجات كتيرة بقى حدث فيها ولا حرج. مش هطول في الوصف لأن الوصف أعتقد أن دراما وسينما وكل الأعمال الفنية وبرامج وتكشو وإعلام كلنا اتكلمنا وتحدثنا كثيرا عن العشوائيات المصرية. مش هنصورها أكتر ما تصور، ولكن هنتكلم دلوقتي في المنحى الإيجابي، كيف نطور وكيف نقف إلى جانب العشوائيات المصرية وكيف نستطيع أن نمد لهم يد العون من خلال حاجات كتيرة قوي هنتكلم فيها مع ضيوفنا الكرام طبعا اللي منورينا في استوديو الحصاد النهارده. برحب باستاذ الحسين حسان مؤسس حمله مين بيحب مصر. اهلا بيك يا فندم، منورنا مشرفنا. ايضا كمان سياده العميد سمير راغب رئيس لجنه التخطيط والعلاقات الخارجيه بهذه الحمله، والتي هي اسمها مره اخرى هكررها لان احنا محتاجين اللي بيحبوا مصر كتير، مين بيحب مصر. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، مشرفنا طبعا ومنورنا. وهنبدا الكلام يبدأوا من عند حضرتك أستاذ الحسين. يمكن قبل الهوى سألتكم يعني من خلال هذه الحملة اللي بيحبوا مصر كتير، ولا احنا محتاجين حملة اسمها مين بيحب مصر علشان نصحي الحب الدفين، ولا هو مش حب دفين ده ظاهر حقيقي؟ والله هو حضرتك الحملة بدأت من سنة وثمان شهور، بدأنا نقول اخترنا اسم مين بيحب مصر على أساس في ناس بتقول احنا بنحب البلد دي، اللي بيحب البلد دي بيحاول يعمل حاجة من أجل هذا البلد، وعشان كده جمعت كل اللي بيحبوا البلد بالفعل وقدرنا إن احنا نعمل حاجة على أرض الواقع مع فئة بسيطة ومهمشة من زمان قوي، من أيام نابليون بونابرت لحد دلوقتي عندنا حاجة اسمها سكان القبور. ده احنا عندنا تهميش تاريخي وعندنا سكان عشوائيات وعندنا حاجات كتير جدا، فعشان كده عملنا فكرة مين بيحب مصر. تمام. طيب سيرة العميد، لما نيجي نتكلم عن حملة بهذا المعنى وبهذا الشكل مين بيحب مصر، أتوقع أن حجمها يكون كبير جدا، والجهات والهيئات المشاركة في هذه الحملة أيضا لازم تكون على مستوى هذا الاسم وهذا الشكل. لو جينا كلمنا سيرة العميد عن إيه الخدمات اللي ممكن تقدمها هذه الحملة وإيه الحاجات اللي ممكن تركز عليها هذه الحملة. هو احنا عندنا في مصر بمناسبة اللي بيحبوا مصر كتير، لكن هي الفكرة ان احنا ازاي نخلق ضمير جمعي. انا ممكن ابقى بحب مصر بس مش عارف احبها ازاي، يعني هي الفكرة في خلق وعي جمعي وضمير جمعي، لان الشعب المصري لو وجه بشكل طيب بيبقى بشكل طيب، ومن ناحية اخرى اذا تم توجيهه بشكل سلبي او احد الجهات او المنظمات ابتدت يعني تخلق ظاهره سلبيه قد تنتشر مثل النار في الهشيم. موضوع الهيئات، في هيئات الحياه تعاونت ومنها وزاره الزراعه، مش عشان احنا في قناه يعني وزاره الزراعه، لكن الحقيقه احنا كلنا بنتكلم في الاعلام. في جهات بتلاقي صدى اللي انت بتقوله، لان احنا مش بنقوله عشان نقوله. احنا بنقوله عشان الناس تعمل بيه، والا يبقى يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر يعني. صح. ففي جهات اتحركت، ووزاره الزراعه على فكره احنا مبادئنا يمكن زي ما اتكلم الحسين بيه في عشوائيات وسكان قبور، لما تواجهنا لوزاره الزراعه من منطلق ان التعدي على الاراضي الزراعيه يخلق عشوائيات جديده ومجتمعات غير منظمه. وزاره الزراعه استجابت، وعقدنا الحقيقه لقاءات في خلال الفتره اللي فاتت على اعلى المستويات. فدي بتشجعنا ان احنا نوعي الناس بما يخص الزراعة. في جهات كانت أقل تحركا، وفي جهات كانت نفسها تتحرك بس إمكانياتها ضعيفة زي وزارة البيئة مثلا. الإعلام تعاون معنا بشكل جيد جدا الحقيقة، يعني سواء كان إعلام خاص أو إعلام رسمي.
لان الاعلام ان كان يعني بعض الناس ترى فيه سلبيات، لكن الاعلام لما بيلاقي شيء ايجابي ما بيصدق اليه. يعني انا مش عايز الصوره ان الاعلام، ما هو الاعلام سلع، فلو لقى في سلعه جيده يبيعها، ما هو افضل ما يبيع السلعه سلعه رديئه. أول مرة ألاقي حد ينصف الإعلام أو إن هو يقول كلمة لا، حلوة لان في انا حق محتك بيه، التناول معلش يمكن الإعلامي. غيري مش محتك، اصل الفكره انا علاقتي بالاعلام مشارك اكثر ما انا متلقي. نعم. وبحتك باهل المهنه، بدليل في قنوات كتير بتتصل بالحمله احنا ما نعرفش حد فيها، مجرد ان هو قرا خبر في الجورنال في حاجه ايجابيه. يعني حضرتك لو بتقدمي برنامج صباحي او مسائي، احب ما عليك انك تقولي خبر كويس. طبعا لكن طبعا. هي الفكره ان بيبقى في اخبار سيئه، ما الاعلام لازم يوصلها يعني. فدي الفكره. فبدينا نجمع المهتمين، وكان معظمهم من الشخصيات العامه واللي ما عليهاش جدل، لان احنا كنا بنبعد بالحمله عن التسييس، ان ما تبقاش الحمله دي لها لون سياسي، ان الحمله دي في حب مصر وكل واحد عايز يعني يشترك فيها، فهو لابد ان يتجرد من اي ايديولوجيه، سواء كان معتقد ديني او معتقد سياسي او انتماء عدا لهذا الوطن. ابتدت الحمله يبقى لها لجان في المحافظات، من ناس برضو ممكن ما نعرفهمش، مش كلهم نعرفهم، مش حمله معارف بالمناسبه، يعني في حملات كتير بتلاقيها معارف اصدقاء، لا الفكره ما هياش كده. في شخصيات وزراء سابقين، ممثلين، فنانين استجابوا، في ناس استجابوا لمجرد ان الكاميرا تروح لهم فقط، يعني في ناس يعني مجرد ما ابتدى يعني اسمهم يطلع على حس الحمله يعني ما بقوش يشاركوا، وفي ناس مشاركين ولا زالوا مشاركين معانا وبيتمنوا ان احنا يبقوا موجودين، ان احنا مدركين تماما ان وجود الشخصيات العامه والمحبوبه لدى المواطنين، منهم الاستاذ محمود الجندي وجي معانا وزاره الزراعه ويعني وعملنا اعلان على تعدي على الاراضي الزراعيه. ف شخصية جاذبة، فنان محبوب، يقوم يزيد الزخم حوالين الحملة. لكن هي الفكرة مش في عدد ناس، الفكرة في ناس مؤثرة وناس مقتنعة. لأن أنا مؤمن تماما لو حد معاه 100 مصري فقط مقتنعين متجردين من أي منافع شخصية أو أي أيديولوجية، تقدر يعمل بيها حاجات كتيرة. ده اللي اتبنت بيه حملة مين بيحب، بدليل حاجة يعني الحسين إعلامي، أنا بخلفية عسكرية وخلفية هندسية، اللي أنا أقصده حتى إحنا في مجموعة الحملة ما إحناش كلنا صحفيين أو كلنا مهندسين أو في تواجد معانا للمرأة، يعني ما فيش تخصص معين، يعني الحملة بالزبط. بتتسع للجميع. طب أنا يعني هتنقل للأستاذ الحسين، هل يعني الحملة أكبر يعني نسبة فيها بتشتغلوا علشان تطوير العشوائيات؟ يعني العشوائيات واخدة منكم مساحة أكبر يعني، ولا هي الحملة لها يعني روافد كتير أوي انتوا هتشتغلوا فيها، انتوا عندكم يعني مش عارفة ممكن أقول إيه أهداف كتيرة يعني؟ هقول لحضرتك حاجة، احنا لما بدأنا فكرة الحملة بدأنا في مقصد بتاعنا وهو العشوائيات وظاهرة سكان القبور. البداية كانت عشان كده، وظاهرة سكان القبور قبل العشوائيات كمان، لان لقينا ان الظاهره دي من ايام نابليون لحد دلوقتي، وهو الشخص الوحيد نابليون بونابرت اللي اصدر قرار باخلاء سكان القبور من مساكنهم، وكان عددهم 17,000 شخص في مصر لتجميل وضع المدينه. منذ هذا الحين الى حد دلوقتي ما فيش قرار صدر بحق سكان القبور من ايام نابليون، من قبل نابليون بونابرت لحد دلوقتي. ودي يمكن كانت سبب فكره مين بيحب مصر. لما جينا ندور على الاسباب، وده اللي خلانا اتسعنا، ايه الاسباب اللي جاب سكان القبور وسكان العشوائيات الى اماكنهم؟ لقينا ان السبب نفسه الهجره من الريف الى المدن. طب سبب الهجره من الريف الى المدن ايه؟ مفيش تنميه في الريف. فاضطرينا لازم نرجع للسورس، لقينا ان الحنفيه اللي بتجيب عشوائيات هي الهجره وما زالت موجوده. فطبعا خدنا اطار تاني وهو تكثيف منابع العشوائيات في مصر، لان الدوله بتتعامل بعد المشكله. يعني احنا وصلنا ان هو سكن في العشوائيات، فالدوله بتحاول تبدا تتعامل معه، انما راس المشكله التنميه في الريف لسه.
عشان كده جينا وبدأنا بعدة وزارات، من ضمنها وزارة الزراعة في التعديات على أراضي الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية وخلق عشوائيات جديدة وغيرها وغيرها وغيرها. عشان كده المنافع كلها اتسعت، لقينا إن إحنا لازم نشتغل في السياحة، فبالتالي قدرنا نعمل حاليا بنجهز برضو للعلم يعني حاجة متعلقة بالسياحة، لأن السياحة من ضمن الروافد الخاصة بمحافظات زي الأقصر وأسوان والبحر الأحمر، في محافظات انغلقت على نفسها ودي بتخلق عشوائيات. عدم وجود سياحة في الأقصر أو أسوان أو غيرها بيخلق لنا عشوائيات، لأن بتجيني هجرة من الريف إلى المدن، إن ما عندوش مورد يعني هو معتمد على المورد السياحي، فبالتالي عاملين إعلان مكبر في أكتر مشاركة أكتر من 18 نجم أو شخصية عامة بيصور حاليا في اسكندرية، لأن عندنا لجنة ثقافية مختصة في اسكندرية بهذا الموضوع. يعني بنحاول على قد ما نقدر إن احنا إطار التنمية المستدامة هو الهدف المعنية به الحملة في هذا التوقيت بالذات، لأن كل شيء لما بنمسكه بنلاقي آخره حاجة تانية. يعني بنوصل لمراحل إن الناس فاكرة إن قضية العشوائيات في وزارة العشوائيات. لا معلش، للعلم كل الوزارات في مصر لها علاقة بالعشوائيات. وزارة الصحة لها علاقة بالعشوائيات. احنا أول حملة نزلت بقوافل طبية لسكان القبور كانت الأولى من نوعها. وناشدنا وزير الصحة بإرسال قوافل طبية، وبعدها بدأ يرسل بعد ضغط إعلامي وضغط أرسل قوافل طبية لسكان المقابر ومشيط ناصر أخص. فعشان كده بقول لحضرتك الخارجية لها علاقة بالعشوائيات. تنظيم مؤتمرات خاصة بالدول المنح. استاذ حسين الخارجيه دي غريبه قوي، علاقتها ايه بالعشوائيات؟ ما انا اقول لحضرتك كل حاجه ليها علاقه. احنا نشدنا الخارجيه في قصه مبادره افريقيا الموحده ضد العشوائيات، بحيث ان عندنا القاره السمراء كلها مليار و200 الف عايشين في العشوائيات، من اعلى الدول اللي موجوده فيها في طب عشوائيات. مصر مصر حجمنا قد ايه؟ يعني اللي عايش في العشوائيات وسكان وقناطير العشوائيات قد ايه؟ هو مصر بالظبط احنا عندنا 27 مليون بيقطنوا في العشوائيات، وعندنا 2 مليون في القاهرة والجيزة تلت سكان سكان قبور، مصر أكتر من تلت سكان مصر، وعندنا يعني حوالي 4 في بقية المحافظات سكان قبور، يعني هنطرف حوالي 32 مليون بالنسبة لسكان العشوائيات والقبور اللي موجودين في مصر. مشكلة سكان القبور إن هم مش موجودين على أجندة العشوائيات، ودي مشكلة. دي يمكن من ضمن ايه ده؟ يعني سكان القبور احنا بنعتبرهم انهم مش من ضمن العشوائيات؟ ودي يمكن المشكله اللي واجهتنا وبتواجهنا الى وقتنا هذا، ان سكان القبور ايه ده؟ واحنا هندخل في اعتراف ضمني دلوقتي بان ممكن ما فيش اعتراف ضمني للاسف بهؤلاء الناس، وللاسف عايز اقول اعتراف ضمني بالظاهره نفسها بان ممكن نسكن القبور. لا احنا قابلنا سكان قابلنا طبعا سكان القبور وقعدنا معاهم، للاسف عنده بطاقه مكتوب فيها ان هو ساكن في قرفه المجاورين، رغم ان ده غير قانوني المرة ان هو يبقى عنده مستند رسمي ان هو ساكن في هذا المكان، لان المكان ده مرخص مدفن ما فيهوش مرافق ما فيهوش اي حاجه، فبيسرق كهرباء، فبالتالي بتحصل عندنا ازمه لسه كهرباء. بسأل على المرافق دلوقتي، ما انا بقول لحضرتك ما دي من ضمن الاسباب. بيسرق ولا بتجيله؟ لا بيسرق، بيقدم وبتجيله. لا اصل المتعدين على الاراضي يعني المتعدي، رغم ان انا المفروض ان انا يبقى عندي عقوبات صارمه، الا انه لما بيقدم على الكهرباء بتجيله، لما بيقدم على المياه بتجيله. دي مشكله، ما دي مشكله. يمكن حتى وقت ما عملنا المبادرة طرحنا ان يبقى في قانون يغلظ العقوبة، بحيث ان هي توصل ل 200 ألف جنيه كحد أدنى للغرامة وخمس سنين سجن، بحيث ان بس قصة مصادرة الأراضي لقينا ان هي هترهق الدولة وهتحطها في إطار عبء كبير جدا في هذا الموضوع بالنسبة للعشوائيات. فعشان كده بقول لحضرتك الموضوع متشعب، بس يمكن قضية سكان القبور هي يمكن القضية اللي لافتة للنظر إلى حد ما. طيب توفير الخدمات للعشوائيات العادية، يعني لو خلينا القبور دي على جنب سيادة العميد، أنا عندي توفير، أنا عايزة أوفر مية وكهرباء، وهنتكلم بقى بعد كده على الخدمات الأخرى، بس خلينا الأول في دي الخدمات المبدئية للحياة لإقامة حياة. يعني في الجزئيه دي بتعملوا ايه او انتوا بتنادوا بايه؟ لا هو انا مش مع الطرح ده نفسه يعني. فانا يعني وهي دي مشكلتنا، يعني ان احنا بيبقى في ظاهره بنتعامل معاها كما هي انها امر واقع، ونبتدي نتعايش ونتوائم وتبقى الدنيا لطيفه والدنيا ربيع والجو بديع. ده مش ده الصح. الصح ان الناس دي يوجدوا لهم اماكن بديله، في عشوائيات في اماكن لو اتباعت غاليه جدا، تبني لهم اماكن راقيه جدا لو الدوله مش عايزه تستنفع يعني.
ومنها مثلا منطقه ماس بيرو على سبيل المثال، اللي تمام اللي هم مثلث ماس بيرو يعني هم شغالين فيها دلوقتي، عشان موضوع انك تعمل مرافق في منطقه عشوائيه هتعمل مرافق عشوائيه. يعني هي انفراستراكشرز، بنيه تحتيه، يعني اساسا من المفترض انها تتعمل الاول. فكون ان انا يبقى في عشوائيات واقول اصل الناس دي طيبه وعايزه ميه وعايزه كهرباء وكلام زي كده، لان حضرتك يعني انت بديتي الحلقه بمقدمه قويه جدا. اشكرك يا فندم. حقيقي والله. ان الظاهره مش موضوع الناس بتعاني. لا، ده هي مكان للارهاب، مكان للجريمه، اضيف على حضرتك قلتيه مشاكل اجتماعيه، مشاكل سياسيه متعدده. بالاضافه لان انا بعمل جيل جديد بدل ما يعيش في حياه ينتقل فيها، هينشا في نفس العشوائيات ويحمل نفس الثقافه. فيعني الصح في هذا الموضوع اولا ان يعني موضوع ان الطبطبه يعني ننساه شويه. انا هضرب مثل. في يوم من الايام كان في سوق في رود الفرج، وكان في معلمين، ومن ايام من ايام العثمانيين يعني من ايام المماليك كمان. ولما اتعمل سوق العبور الناس قال لك ده مش ممكن هيحصل، مش ممكن هيتنقلوا، والناس دي هتنتحر وهتعمل مشاكل. الناس اتنقلوا، ولما اتنقلوا اكتشفوا انه كان لصالحهم، وبدل ما كانت تجارته بالالاف بقت بالملايين، وتحولت سوق العبور لمنطقه تجاريه من اكبر مناطق معنى سوق كده. الخضار. سيادة العميد عندك تنبؤ جيد، تنبؤ ايجابي دلوقتي. ما هو انا لو معلش الدوله او اي حد بيتكلم لو مش شايف بكره، طب ما اللي بنحكي فيه النهارده ما الناس شايفاه، يعني عشان نطلع نقول ان في عشوائيات، طب ما في عشوائيات. يعني بعد عناء فصل الماء بالماء. هي الفكره سواء كانت كدوله او كمؤسسات او حتى مفكرين، لابد ان هم يبقوا بيفكروا ل10 سنين و20 سنه و30 سنه و100 سنه. يعني هكذا تكون الدول شايف الكبرى. شايف الحل ازاي سياده العميد عشان انتقل بقى بعد كده على اقول لحضرتك سيني. اولا اولا في عشوائيات خطره دي لابد من اخلاءها، اللي هي تحت الابراج الضغط العالي، اللي هي في مناطق مخرات سيول، لابد من اخلاءها. في مناطق سقوط صخور زي دويقه وزي الصخره القريبه، وكان يعني الحسين بيه كان متنبئ بيها وموجود في الصحافه ومتلفز، ان احنا قلنا والحمله وعلى لسان الحسين بيه ان الصخره دي هتقع ووقعت. الفكره انا مش العبقريه ان انا اقول حاجه وتحصل فابقى فرحان، انا هي قضيتي ان انا امنع الموضوع زي ما الامن قضيته ان يمنع الموضوع. فاولا المرحله الاولى ان كل العشوائيات الخطره لابد من نقلها، لان الدوله اللي بتقف في موقف محرج وبتدي العالم بره يتكلم يقول لك ازاي سايبين ناس بتموت وناس غلابه وناس، والناس نفسها اللي هم انا بعتبرهم جاني في هذا الموضوع مش ضحيه، ان هو راح سكن في مكان عرضه للخطر، وبعد كده نبتدي نقول اصل ده اللي بيموت بياخد 5000 جنيه ده المفروض. طب ما هي الفكره احنا 100 مليون، 30 مليون منهم نسبه كبيره موجوده في مناطق خطر، يبقى لابد من اخلاقهم. اخلاقهم بقى في اماكن بديله. الاماكن البديله بقدر الامكان نراعي البعد الاجتماعي انهم يكون بقرب هذا المكان. من المفترض ان الاحياء اللي حوالين القاهره زي مدينه بدر ومدينه الشروق كانت معموله عشان تفضي القاهره من العشوائيات. اللي حصل انها ابتدت تتخصص للناس المقتدرين. كارثه. بالظبط. مع العلم ان هو الحزام الخانق اللي حوالين القاهره هو منبع للجريمه، هو منبع للارهاب، وهو منبع للحقد الطبقي. طبعا ان انت بتحطي وهو سبب مشكلتنا دلوقتي جنب الزمالك بتحط، يعني هي الاداه دلوقتي اللي يعني بتستخدم من قبل اعداء الوطن، يعني من قبل مثلا خلايا ارهابيه، خلايا اجراميه، بتستخدم بيستخدموا مين؟ بيستخدموا اولاد العشوائيات دول، ان هم اللي يروحوا ويفجروا ويعملوا اداه في الاخر. بالزبط. هي اداه. طيب استاذ الحسين برضو انا عايز اسمع من عندك، يعني دي كانت رؤية سيادة العميد، عايزة أعرف من حضرتك أنا إمتى هقدر إن أنا أمسك أستيكة وخريطة مصر كده، أبدأ أنظف كده وأمسح هنا الجزئية العشوائية دي وهنا وهنا وهنا. الأدوات بتاعتي إيه؟ حضرتك قلت أنا عندي الوزارات كلها لازم تشترك، طب إزاي؟ ما أنا هقول لحضرتك الوزارات إزاي تشترك. إحنا عندنا وزارة العشوائيات، ودي كانت مقترح على فكرة من الحملة بإنشاء وزارة العشوائيات، ودي كانت اول انجاز احنا اول استجابه اول استجابه تمام. اقترحنا ان لازم يكون عندها ميزانيه تضاهي القضاء على العشوائيات. للاسف الشديد هي كانت صندوق تطوير العشوائيات وكانت ميزانيته 550 مليون جنيه، اصبحت وزاره واصبحت ميزانيتها 600 مليون جنيه.
طب احنا محتاجين قد ايه عشان نقضي على العشوائيات في مصر؟ محتاجين 180 مليار جنيه. طيب فمحتاجين نوفر موارد. الوزاره من المفترض ان احنا اول ما قابلنا الدكتوره ليلى اسكندر قلنا لها عشان نقضي على العشوائيات دكتوره ايه عارفه دلوقتي سمعاني، قلنا لها عايزين يبقى عندنا 27 فرع في جميع المحافظات. الوزاره ليها فرع واحد في مدينه نصر، هي ده مقر الوزاره، فهي اذا وزاره دوله. الوزاره خدت ملف القمامه من المحافظين ومن وزاره البيئه والتنميه المحليه، واصبحت الوزاره كل الشغل الشاغل على القمامه في مصر، لان هي ما عندهاش مقومات، ما عندهاش مقومات كميزانيه او كذا او كذا، فراحت مركزه على حاجه واحده ومركزه، لان هي اساسا هي من افضل الناس اللي مسكوا وزاره البيئه واللي كانوا، وده كان مشروع كبير، وكان مشروعها كان مشروعها الاساسي، وهي شغاله دلوقتي في مشروعها الاساسي في وزاره العشوائيات، ودي مشكله كبيره. فطبعا الموضوع اصبح متفرع، فاصبح المحافظ بيتحرك لوحده، اصبحت اتحاد البنوك يدي 300 مليون جنيه لمحافظة القاهرة بدون علم وزارة العشوائيات، فأصبح الموضوع كله تاهت قضية العشوائيات تاني مرة، كلاكيت تاني مرة مع وزارة العشوائيات ومع التنمية المحلية ومع المحافظين. الحل بسيط جدا، ان احنا وقلتها وبقولها تاني، ان قضية العشوائيات تصبح قضية دولة، تصبح قضية دولة، بمعنى يتم إلزام 44 ألف منظمة مجتمع مدني في مصر بوضع أجندة لحلول لهذه المناطق، يتم توزيع هذه المناطق على مجموعة رجال الأعمال في مصر مقابل إعفاءات ضريبية غيره وغيره وغيره وغيره. كتر الصناديق اللي موجودة في مصر مش كويس، احنا محتاجين نوجه اهتمامنا بالعشوائيات. صناديق ايه؟ صناديق الخاصة ولا صناديق التبرعات؟ صناديق التبرعات. احنا عندنا صندوق 30/6/30/6، وعندنا صندوق تحيا مصر، وعندنا اكتر من صندوق. عايزين نوجه صندوق خاص بالعشوائيات. قضية العشوائيات، قضية العشوائيات مفروض تبقى قضية دولة، ولو تحل، وبقول لحضرتك كل الوزارات لازم تتعاون لحل قضية العشوائيات في مصر، بحيث ان هي تبقى مشروع قومي. احنا قدرنا نجمع اكتر من 65 مليار جنيه لمشروع قناة السويس في اكتر من 8 ايام. فنفس النتيجة ممكن نوصل لها ونجمع ال 180 مليار جنيه ونقضي على العشوائيات، ويبقى عندنا مجتمع جديد ومدن جديدة، ونقدر نوقف ال 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 يعني اللي انا شايفه الانهيار اللي موجود، لان العشوائيات في مصر بتحاول تنزل من مستوى الدوله. احنا دلوقتي للاسف بدل ما بنتكلم على العشوائيات بنتكلم ان عندنا سكان قبور، وللاسف الشديد برضو في عدم وعي بقصه. احنا قابلنا محافظ القاهره بكلمه على قضيه سكان القبور، ما عندوش فكره، بيقول لي سكان القبور افضل حالا من العشوائيات. دكتوره ليلى اسكندر افضل حالا من سكان العشوائيات، مش موجوده على الاجنده لسه لحد دلوقتي قضيه سكان القبور مش موجوده. صحيح. على العموم أنا بشكركم شكرا جزيلا الحقيقة، أستاذ الحسين حسان مؤسس حملة مين بيحب مصر، أيضا كمان بشكر سيادة العميد سمير راغب رئيس لجنة التخطيط والعلاقات الخارجية بهذه الحملة، بنفس هذه الحملة بشكركم شكرا جزيلا. لما نيجي نصنف أو نيجي إن احنا نكتشف فيروس أو بكتيريا أو أي شيء مسبب للمرض بنستخدم مجهر، لما نيجي عايزين نحدد مكان او شيء بعيد في موقع جغرافي نستخدم مثلا تلسكوب. الامر مشاهدينا الكرام ولكل الساده المسؤولين لا يحتاج للمجهر ولا للتلسكوب، العشوائيات واضحه بتفرد اذرعها في كل الخريطه، خريطه جمهوريه مصر العربيه. الكوارث اللي بنعيشها دلوقتي كوارث امنيه وثقافيه واجتماعيه وما الى ذلك، سببها ومنبعها العشوائيات. فليكن الهدف والهم الشاغل هو إزالة العشوائيات، النظر لسكان العشوائيات، الأخذ بأيديهم، الارتقاء بهم. يمكن لو قدرنا نعمل ده في خلال فترة كويسة جدا، فترة زمنية معقولة لا بأس بها، نقدر إن احنا نعبر بمصر لبر الأمان. العشوائيات والعشوائيات والعشوائيات مشاهدي الكرام هي مشكلتنا وهي الهم الشاغل للمجتمع المصري، ولكن هذا الهم إن شاء الله سنمسحه بأيدينا إحنا. مشاهدينا بشكركم شكرا جزيلا، وبكرة إن شاء الله حلقة جديدة من الحصاد، تابعونا وانتظرونا وحتما سيكون لدينا كل جديد، وتصبحوا على خير.